السلام عليكم خوتي وخواتاتي الرجويين، مرحبا بكم في القناة ديالنا الرجاء بالتريجة. إلا كنتي أول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوش تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجوا الفيديو ديالنا مع الأصدقاء ديالكم، وشكرا لكم. والآن غادي نبداو الأخبار ديالنا بأول خبر. مرتضى منصور كيوضح حقيقة اللافتة السيئة. حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري على شرح بعثة فريق الرجاء الرياضي على أرض مصر، وغادي يصطاد في استاد القاهرة غد الأربعاء مواجهة قوية بين الزمالك وضيف الرجاء الرياضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال مرتضى منصور عبر بيان رسمي أنه كيرفض إساءة بعثة الرجاء كيف ما جعل بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أن صورة اللافتة المسيئة اللي انتشرت وكتحمل إساءة الرجاء مبركة وما ترفعت حتى شي لافتة أمام باب النادي الزمالك المصري. والآن غادي نمروا للخبر التالي. نجم الزمالك السابق كيستهن بالرجاء الرياضي. أكد تامر عبد الحميد الدولي المصري ونجم نادي الزمالك المصري سابقا أن الزمالك المصري كيملك أفضلية على الرجاء، وذلك قبل المباراة اللي غادي تجمع بيناتهم يوم الأربعاء المقبل الحساب إياب دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا. وقال عبد الحميد في تصريحات صحفية أن الزمالك قادر على تكرار انتصاره على الرجاء وبلوغ المقابلة النهائية لدوري الأبطال، وأضاف اللي جعلنا نرشح الزمالك الفوز على الرجاء هي الأدوات الهجومية اللي كنتوفروا عليها، وحنا قادرين على صنع الفريق في أي لقاء حاسم. وتحدث على الأسلوب اللي كينهزو فريق الرجاء الرياضي، حيث قال كنتوقعوا يلعب الرجاء بطريقة هجومية فالفريق ديالنا غادي يكون حاضر متلقي الأهداف، لهذا غادي نحاولوا اللعب بطريقة متوازنة. والجدير بالذكر أن قمة الرجاء والزمالك غادي تجرى على أرضية ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 ليلا. والآن غادي نمروا الخبر التالي. لائحة الرجاء الرياضي لمواجهة الزمالك المصري. سافرت بعثة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم لمصر صباح أمس الاثنين استعداد المباراة اللي غادي تجمع الفريق الأخضر بنادي الزمالك المصري برسم إياب نصف نهائي من عصبة الأبطال الإفريقية. والآن غادي نعرضوا عليكم قائمة الفريق اللي سافرت لمصر واللي جات كالآتي: محمد بوعميرة إضافة إلى الحداوي ومذكور الورفلي وبانون والحداد، ونزيدوا لهم الشاكر ونقا وسكوحة وزريدة، إضافة نعيم والعرجون ونقومة والوردي وناناه المكعازي وجبرون المتولي، وغادي نزيدوا الحفيظي وبن حليب والرحيمي والهبطي، إضافة إلى البكاري ومالانجو. والآن غادي نمروا للخبر التالي. تصريح بدر بانون للصحافة المغربية: ارتحيت من وجوهكم. هاجم بدر بانون مدافع نادي الرجاء المغربي الصحافة المغربية في مطار محمد الخامس قبل سفاره بصحبة بعثة الفريق ديالو للأراضي المصرية، وقال اللاعب خلال محاولة بعض الصحفيين المغاربة التحدث معاه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قال باللهجة المغربية: تهنيت منكم. وكشفت تقارير مغربية أن بدر بانون هو صندوق الصحافة المغربية قائلا: أخيرا تخلص منكم، أنا ارتحيت من وجوهكم، ما شفت منكم إلا الوحش. والتذكير فإن اللاعب عانى في كثير من الفترات في إطلاق شائعات ضده والهجوم عليه بشكل عنيف أثناء انخفاض المستوى ديالو في بعض المباريات. والآن غادي نمر للخبر التالي. نتائج المسحة الطبية الأخيرة لنادي الرجاء الرياضي. جاءت اليوم الثلاثاء نتائج المسحة الطبية اللي جراها أمس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم الخاصة الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سلبية لكل لاعبي الفريق الأخضر، وغادي يكون بقدر جمال السلامي مدرب الرجاء الاعتماد على كل لاعبين اللي رحلوا مع وفد الفريق لمصر في مباراة الغد ضد ضيفه الزمالك المصري برسم إياب نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا. وكانت مواجهة الذهب اللي انتهت فوز الزمالك بهدف دون رد بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، علما أن قمة مساء الغد غادي يحتضنها ملعب القاهرة الدولي بداية من الساعة 8 مساء. والآن غادي نمروا للخبر التالي. الونش محمود علاء جاهز لمباراة الرجاء. أصبح ثنائي الزمالك محمود حمدي الونش ومحمود علاء جاهزين ضمن قائمة الفريق الأبيض أمام الرجاء الرياضي برسم إياب نصف نهائي من عصبة الأبطال الإفريقية. وحسب الأخبار فإن الونش وعلاء شاركوا في ميران الزمالك يوم الإثنين بشكل طبيعي، وتلك المشاركة اللي قربتهم التواجد في قائمة الفريق
لقاء الرجاء وقرر مشاركتهم كيعود للطاقم الطبي. وغاب محمود علاء على المشاركة في لقاء الذهاب في ملوين شارك فيه. وغادي يستضيف الزمالك منافس الرجاء يوم غد الأربعاء في إياب نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة. والآن غادي نمر الخبر التالي، الرجاء الرياضي بالقميص الأخضر ضد الزمالك المصري. غادي يدخل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مباراة الغد ضد ضيف الزمالك المصري برسم إياب نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا مرتدي القميص باللون الأخضر. وتقرر خلال الاجتماع التقني اللي سبق مباراة يوم الثلاثاء أنه غادي يلعب ممثل كرة القدم الوطنية بالقميص الأخضر مقابل الأبيض للزمالك المصري. وغايب حتى بطل المغرب عن تدارك خسارة الذهب بهدف نظيف ضد وصف الدوري المصري. والآن غادي نمروا للخبر التالي، الشباب المحمدية كيواصل مطاردة حميد أحداد. كيواصل فريق شباب المحمدية مطاردة اللاعب حميد أحداد بعد نهاية فترة إعارته لفريق الرجاء الرياضي وفشل انتقاله من نادي الزمالك المصري لنادي أم صلال القطري. وفتحوا ممثلي مدينة الزهور قنوات تواصل رفقة مسؤولي الفريق الأبيض لضم اللاعب، لكن الأمر ما غاديش يكون سهل ضد رغبة الرجاء الرياضي في استعادة اللاعب. وسبق المسؤولي الزمالك المصري وأكدوا أكثر من مرة أن فريق الرجاء الرياضي كتبقى له الأولوية إلا بغى شراء عقد اللاعب. وللإشارة فإن حميد أحداد كان ودع مكونات فريق الرجاء الرياضي برسالة مؤثرة بعد نهاية منافسة الدوري الاحترافي الممتاز. والآن غادي نمروا الخبر التالي، الرجاء الرياضي كيجري حصة لإزالة العياء بعد وصوله القاهرة. جرى لاعب الرجاء الرياضي مساء يوم الاثنين حصة تدريبية مباشرة بعد وصولهم للديار المصرية تأهب لمواجهة الزمالك برسم إياب دور نصف نهائي من عصبة الأبطال الإفريقية. وخاضت العناصر الرجوية حصة تدريبية بهدف إزالة العياء بعد الرحلة الجوية اللي خدتها من المطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء صوب مطار العاصمة المصرية القاهرة. والآن غادي نمروا للخبر التالي، حسام ميدو بانوا اللاعب جيد وكيمثل شخصية القائد. أشاد النجم السابق للكرة المصرية أحمد حسام ميدو بصفقة انتقال مدافع الرجاء الرياضي بدر بانون لصفوف الأهلي مباشرة بعد انتهاء دوري أبطال إفريقيا، حيث كتنتظروا مباراة هامة رفقة الخضر أمام الزمالك المصري ضمن إياب نصف نهائي المسابقة. وقال ميدو في تصريح تلفزيوني أن بدر بانون غيصبح لاعب في النادي الأهلي مع بداية الموسم الجديد. وأضاف بانون لاعب جيد وكيمتلك شخصية القائد، هو صغير السن. واختتم من الكلام ديالو بالقول فاش تعاقد مع لاعب اجنبي خاص تكون عنده شخصيه قويه اللي غادي تساعده في الاخر على التاقلم سريعا. والان خوتي وخواتاتي الرجاويين انتهينا من فقره اخبار الرجاء الرياضي لهذا اليوم. الى عجبكم الفيديو ديالنا ما تنساوش الاعجاب به والاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا، وشكرا لكم.